والله ضررنا ضرر شديد، لكن برضو نقول الحمد لله، حاجة جاية من رب العالمين الإنسان يقول الحمد لله. لكن برضو الناس ما قصروا ويقفوا معانا، ربنا يديهم العافية. لكن بعد ده أن إحنا غايته محتاجين، أنا غايته ما عارفة بيتكلم، ما بيتكلم عن نفسي براي، بيتكلم عن الناس كلها اللي أنا شايفاهم الحواليه. يعني الناس والله العظيم محتاجة لتعويض. أن إحنا والله العظيم فعلا ساكنين في البحر ده معجرين، لأنه ما مستطيعين، عندنا أطفال صغار بنقري فيهم وبنعكل فيهم وشرف فيهم، لكن محتاجين لو الحكومة ساعدت أو أي إنسان بيقدر يساعدنا. حصلت خسائر ثقيلة المأساة، من الحمامات، من الأساسات، من كل شيء حصلت. ما في يعني لقينا شيء عشان قدر ما حاولنا. جابوا لنا الأكل، جابوا لنا الشراب، لكن ما نفع شيء طبعا. الأولاد، البعوض، البعوض ثقيل جدا، لأنه الحمامات بقت الناس تغوط برا. من شنو؟ من أساسات منتهية.